أسدل الليل ستائره على تخوم إحدى المدن، ثم والد يبحث جاهدا عن ابنته المفقودة. إنه يخشى عودة سفاح العتمة. لم تكن تلك الأمسية تختلف عن مثيلاتها بالنسبة إلى أهالي مدينة مومباي في الهند. فالشابة في شكا ترقص مع زميلاتها على إحدى الشرفات. في هذه اللحظة يخترق والد في شكا العتمة بخطى حثيثة بحثا عنها، بينما يلتقط أحد المصورين مشاهد الرعب التي اعترت أهل المنطقة بعد اكتشافهم الحقيقة المحزنة. فيشاكا ليست الضحية الوحيدة، إذ واجهت 12 ضحية أخرى المصير نفسه خلال شهر واحد. سفاحو العتمة ليسوا من بني البشر، إنهم نمور مفترسة. وثمة دلائل مقلقة اليوم في الولايات المتحدة تشير إلى أن القطط المفترسة قد تكون بدأت باقتناص البشر في ضواحي مدينة أخرى. إذ تعرضت امرأة خارج حدود لوس أنجلوس إلى هجوم فتاك من أسد جبل، فقد تشوه وجه المرأة ورقبتها بوحشية. ويسعى رجال الشرطة والمختصون إلى معرفة أسباب حدوث ذلك الهجوم للحؤول دون تكرار مثل هذا الأمر، لكن الوقت ينفد. القطط الوحشية حيوانات مفترسة، بعضها تلاحق فريستها بسرعة 60 ميلا في الساعة وتنقض على ضحاياها بلمح البصر. أما البعض الآخر ففي وسعه تمزيق رجل في غضون لحظات. أينما تجول تلك القطط تنسج مخالبها حكايات مروعة في أجساد ضحاياها، ومعروف عن النمور أنها تفترس الإنسان منذ عهود قديمة. وتتناقل الألسنة في الهند قصص النمور التي تأكل لحوم البشر على مر الأجيال. إن قصة النمر الذي روع قرية رودي أبرياك في بداية عام 1900 ما زالت تقض مضاجع أهل القرية. يحكى أنه افترس نحو 125 ضحية. أما في الهند اليوم فإن النمور لا تجوب المناطق الريفية فقط، لقد تغلغلت في أكثر المدن الهندية المكتظة بالسكان، مومباي. وتطورت وسائل اختيارها لضحاياها بشكل مخيف. في غضون 6 أشهر فقط تعرضت 19 ضحية للهجوم، ولقي 14 منها حتفهم. ويتبين أن النمور تزداد جرأة. لا يمكن التكهن بموعد الهجوم القادم أو احتمال تفاديه. ويحاول أحد حراس غابة الهند وضع حد لاعتداءات سفاحة العتمة. يعتبر أشوك كاتسي أحد أبرز صيادي النمور في الهند، فقد تمكن في السنوات الثلاث الأخيرة من أسر ما يزيد على 100 قطط مفترسة. إنما ليس الأمر سهلا. يدعونني الصياد العظيم، لكنني لست صيادا عاديا، لأنني أمسك بالنمور وهي ما زالت حية. هذا إذا تمكن بالفعل من العثور عليها. تعتبر مومباي واحدة من المدن الرئيسية التي تحضن محمية طبيعية بمساحة 40 ميلا مربعا. إنه متنزه مديني هائل، واحة خضراء وسط ما يزيد على 10 ملايين إنسان. إنها تؤوي عشرات القطط الوحشية. إنما لا تكفي تلك الغابة احتياجات طعام قاطنيها،
إذ يبلغ نطاق صيد النمر الواحد في البرية نحو 10 أميال مربعة، هذا ربع مساحة المحمية. وتشير الإحصاءات إلى وجود نحو 40 قطة في المتنزه، يفوق هذا العدد نطاق الصيد الذي توفره المحمية. وبوجود هذا الفائض تبحث بعض القطط عن طعامها خارج حدود المحمية، غير أن مجال الصيد المحتمل عند أطراف المدينة بدأ يغزوه التطور العمراني، وأخذ الإنسان يشارك النمور ذلك المجال الحي، وأخذت النمور تستطيب كون الإنسان وجبة طعام محتملة. انتشل نمر الطفلة ووتشيتا بوكالي البالغة من العمر 3 سنوات من أمام منزلها مباشرة، اختفت في لمح البرق ولم يشهد أحد الحادثة. وجدت عائلتها فيما بعد قطعة ممزقة من جسدها، كانت طفلتهم الوحيدة. نشعر بالوحدة تماما، في وسعك على الأقل تضيع الوقت في العمل، أما في المنزل تغمرك وحشة المكان. كونه والدا يدرك أشوك مدى فداحة تلك الخسارة، لقد تلقى الأوامر لوضع حد لتلك المذابح، ولكنه يستحيل عليه إبعاد النمور عن المدينة بشكل نهائي، وهناك استحالة في العثور عليها. تتميز القطط بأنها أكثر الحيوانات مراوغة على كوكب الأرض، إنها تطارد بصمت تحت جنح الظلام، تكمن لفريستها خلسة. يتوجب على أشوك العثور عليها قبل أن تسدد ضربتها المقبلة، إنه يسعى وراء مساعدة العارفين بمكان اختباء تلك القطط. ينجح في الوصول إلى ناحية من أحد الاعتداءات. كانت فيجايا مور تجلس تحت هذه الشجرة عندما شعرت فجأة بمخالب النمر تنهش ظهرها. التفتت إلى الوراء بسرعة قبل أن يتمكن النمر من غرس أسنانه في عظام رقبتها، ثم حاولت دفع النمر إلى الوراء. دفعته بقوة قبل أن يقع، تمكن من خدشي قليلا هنا. لقد شفع لها القدر في البقاء على قيد الحياة، ولربما يكون أحد قد شاهد النمر قرب هذا المكان. كان بعض الأشخاص يحصدون العشب منذ ما يقرب 4 أيام، أخذوا يرقدون في هذا الاتجاه، أخبروني بأنهم سمعوا هرير نمر. لم يفاجأ أشوك من عودة النمور إلى المكان نفسه. بوسع النمر التربص ساعات عديدة قبل أن ينقض على فريسته، يسود الخوف السكان المحليين. انظر إلى مدى سرعة دقات قلبه. يعمل أشوك على تهدئة مخاوف الناس وطمأنتهم، ولكنه يدرك احتمال حدوث اعتداء وشيك في أي لحظة. الوسيلة الأفضل لإنهاء تلك المذابح تكمن في الإمساك بالقطط. إطلاق النار على القطط مخالفة قانونية في الهند، سوف يحاول أشوك أسرها حية. ينصب مصيدته الأولى في الحقل القريب من المناطق المأهولة. تمثل الكلاب وجبة لذيذة لدى النمور، من دون الاستعانة بالكلاب لا يمكننا النجاح. في حال هاجم النمر سوف يمنع حاجز واق تعرض الكلب للقتل، بينما يشغل ثقل جسد النمر آلية المصيدة. أصبحت النمور في مومباي بارعة في اصطياد الناس، ويحتمل عدم مهاجمتها الكلاب. اثنتا عشرة وفاة شهريا تجعل من مدينة مومباي مهددة، لكنها ليست وحيدة. على الجانب الآخر من الأرض تنكشف أمام مواطني إحدى المدن حقيقة خطورة السكن عند ضواحي المناطق القريبة من ربوع القطط الوحشية. لوس أنجلوس وضواحيها. ولاية كاليفورنيا موطن آلاف أسود الجبل. تعرف هذه الحيوانات المفترسة من أمريكا الشمالية باسم الكوغر، وهي تبقى في العادة متوارية عن الأنظار وتتجنب الاقتراب من الناس.
أما في لوس أنجلوس فقد أخذ التطور العمراني بالاقتراب من مواطن أسود الجبل، وقد أصبح من الصعوبة بمكان تفادي الخطر المحدق، إذ إن منطقة شمال لوس أنجلوس هي موئل أسود الجبل. إنها بقعة رائعة للتخييم في البرية. هناك يقع متنزه ويتينغ رانش، ما يزيد على 4000 موقع من البراري العذراء تمتد على مد النظر بمواجهة الضواحي السكنية. إنه الخط الأمامي حيث يتعايش البشر مع أسود الجبل جنبا إلى جنب. يصعب كشف أسود الجبل المحتجبة عن الأنظار، لكنها موجودة بالطبع. تقود إين يلا دراجتها في الممرات الجبلية مرة في الأسبوع. كونها جندية سابقة في المارينز يحلو لها اختبار قدراتها، ولكن لا يسعها دوما تجنب القدر المحتوم. إنه أحد أيام ظهيرة شهر كانون الثاني يناير، وهي متوجهة نحو كاكتس برفقة زميلتها الدراجة ديبي نيكولز. تفضل النساء متنزه وايتينغ لأن متسلقي الجبال وغيرهم من المتنزهين الذين يجتازون هذا الممر يرتدونه. هناك دراج آخر عمره 33 سنة يدعى نيلز ماغنيسون يستعد لنزول الممر الوعر وحده. كنت أنزل ممر كاكتس وإذا بي أشاهد تلك الدراجة المتوقفة إلى جانب الطريق مسندة إلى شجيرة صغيرة. بدا الأمر شديد الغرابة. أعتقدت للوهلة الأولى أن أحدهم انزلق من على المقود وسقط إلى جانب الطريق. ليس ثمة دراج في مرمى النظر. تفقدت الإطارين الأمامي والخلفي ووجدتهما سليمين. كانت السلسلة منفصلة عن العجلة المسننة. نادرا ما يرتاح المتنزهون على الممر الضيق. إذن ما الذي يدفع بأحدهم إلى توقيف دراجته الباهظة الثمن ويتوارى عن الأنظار؟ تتوجه آن وديبي حاليا نحو نيلز. عندما وصلنا إلى مكان توقف الدراجة المهجورة خففنا السرعة لسؤال نيلز عن الأمر، لم نكن قد تعرفنا إليه بعد في حينها. تظن إين أن أحدهم توقف إلى جانب الطريق لالتقاط أنفاسه. هل أنت بخير؟ أجل أنا بخير. أصبحت إين بمفردها الآن تنحدر بسرعة غير مدركة للحيوان المفترس الذي يتلطى خلف أوراق الشجرة الخضراء أمامها. تأسر مثل هذه الممرات اهتمام المتنزهين. تحيط بكل جنبات الممر الوهاد شديدة الانحدار ونبات الصبار. قادت أن دراجتها على هذا الممر عشرات المرات، وأخذ الأمر يزداد خطورة أبعد مما يمكنها أن تتصور على الإطلاق. اقتربت من المنعطف وشاهدت حيوانا ضخما يربض على ظهرها. كان يحاول سحب جثتي الهامدة بعيدا عن الممر. لم يكن هناك متسع من الوقت، كان يجب أن أندفع إلى الأمام وأمسك بساقها. كان الأدرينالين يدفعني إلى التقدم والتمسك بها. كان يحاول دفعها برأسه كي يمسك برقبتها. داهمها الوقت لأنه كان يهدف إلى سحق رقبتها. صارعت ديبي الكوغر في سباق مع الوقت. كان المنظر الذي رأيته مخيفا جدا لأن الحيوان كان يمسك برقبتها ويشدها نحوه. يسمع نيلز الصرخات. كانت ديبي تناشدني طلب المساعدة لالتقاط الساقين. رأس قط كبير كان رأسها داخل فمه، لم أتمكن من رؤية رأسها إطلاقا. كانت فرصة إين في النجاة تتلاشى. كانت في قبضة سفاح محترف. تعتمد أسود الجبل والنمور على أسلوب القتل السريع المعروف باسم عضة الموت. تطورت أنيابها الأربعة من أجل هذا الهدف. ليس البشر فرائس في العادة، إنما يبقى الهدف واحدا.
تبدأ عضة الموت بأن يمسك الحيوان المفترس بمؤخرة رقبة الضحية بفكيه عند طرفي الفقرات الهشة أسفل الرقبة. تنغرس الأنياب بسرعة داخل العضلات والعظام، فتسحق الحبل الشوكي وتصاب الضحية بالشلل. قد تلجأ القطط أحياناً للإمساك بالحنجرة وخنق الضحية. تموت الضحية من عضة واحدة خلال لحظات. الوقت يداهم آن. يسمع دراج آخر على الممر يدعى دييغو لوبيز الصرخات. ثمة أسد جبل في الأسفل. يرمي لوبيز حجرا صوب الكوجر. لم أقم سوى برمي الحجر ولم أكن أسدد، لكنه بالفعل أصاب الهدف بالتحديد. يخيف حجر دييغو الأسد ويدفعه إلى إفلات آن والفرار. أنا في ويتينغ رانش عند التل أسفل الجبل. قد يعود الأسد مرة أخرى. كانت آن غائبة عن الوعي. تواصل أسود الجبل البحث المستمر عن الطعام فوق تلال لوس أنجلوس، وهي مدربة على القتل بالفطرة. يستطيع أسد الجبل القفز مسافة 40 قدما بوثبة واحدة كي يشن الهجوم. إن سرعة وقوة فكيه تمنح أسد الجبل قدرة سحب جثة تزن 4 أضعاف وزنه. في وسع قطة واحدة تناول ما يزيد على 45 كيلوغراما من اللحم في الأسبوع. يوازي هذا الحجم وزن جسد أسد الجبل تقريبا. شهية تلك الحيوانات شريهة لدرجة أنه لو تركت أسود الجبل في كاليفورنيا تصطاد البشر بحرية لتمكنت من اقتناص مئات الأشخاص يوميا. وفي كاليفورنيا بلغ عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم 6 فقط منذ سنة 1890. من العجب أن يعقد ذلك الأسد العزم لمهاجمة شخصين في يوم واحد. هل يعني ذلك أن أسود الجبل بدأت تتخلص من عقدة الخوف تجاه الإنسان؟ فوق التلال شمال المدينة يحاول أحد علماء البيئة في دائرة شؤون المتنزهات الإجابة عن تلك التساؤلات. يبدو أنه كان يصطاد لربما ضحية أخرى في هذه الأرجاء. نصب رئيس فاجوت وفريقه مصائد في محاولة للإمساك بأسد جبل كانوا يدرسون سلوكه، وتمكنوا منه أخيرا. كان الحيوان ينتظر قدومنا ولم يكن مسرورا أبدا لوقوعه في الشرك، لذا سنحاول إخراجه بأسرع ما يمكن. تلك هي الإشارة الرسمية هناك. إنه هناك، أرى الإشارة. جمع ري وفريقه معلومات واسعة حول ذاك الأسد. أطلقوا عليه اسم باء واحد. يسعون اليوم إلى وضع توقيت قف الأثر حول رقبته. سوف يسمح لهم ذلك بالاطلاع على مدى اقترابه من الناس وعما إذا كان سلوكه يشكل تهديدا محتملا للسكان المحليين. إنما وضع طوق حول رقبة كوجر يحمل مخاطر. عليهم تخديره أولا بجرعة صغيرة من الكيتامين. يكسب أحد أعضاء الفريق إريك يورك رزقه من أسر الحيوانات المفترسة. سوف يحقن الحيوان بالمخدر. إنما عليه توخي الحذر. حسنا، سوف أدور حوله. يقترب إريك من نطاق الخطر. يحاول العثور على زاوية أفضل. عليه أن يحقنه بالمخدر الفعال. هل تمكنت من ذلك؟ احترس احترس على مهل. يبلغ وزن باء واحد حوالي 73 كيلوغراما، أقصر وزن لأسد جبل في جنوب كاليفورنيا. إنه ملك الجبل، يجوب منطقة سلسلة جبال سانتا مونيكا كلها.
وما يثير إعجابي حول بي وان هو تواريه عن أنظار الناس، بحيث لا يمكن تحديد مكانه. رغم أنه يتجول في مناطق مأهولة بالسكان قرب منازل ماليبو وعلى جوانب ممرات متسلقي الجبال. بما أن أسود الجبل شديدة المراوغة، يصعب على الفريق جمع المعلومات حولها. إن عينات دم وشعر باواحد توفر معطيات مهمة حوله، تساعد في تحديد الخطورة التي قد يشكلها للبشر. حان وقت وضع الطوق الجديد. يحدد جهاز الاستقبال بمساعدة الأقمار الاصطناعية الوجهة المحددة 4 مرات في اليوم، ثم يتم تحميل البيانات على جهاز الكمبيوتر 1 كل شهر، ويجري تتبع تحركات الكوغر في المناطق الجبلية والصحراوية القريبة من لوس أنجلوس. إنها فرصة نادرة لمعرفة كيف يتنقل حيوان مفترس في حدود المنطقة السكنية. الجانب المهم في الدراسة بالنسبة إلي هو أن تتمكن من تصور مكان تواجد هذا الحيوان وماذا كان يعمل طوال الشهر الماضي. الفريق يعيد باواحد إلى البرية ليستعيد وعيه من دون مساعدة أحد. سيجوب عما قريب جبال سانتا مونيكا مرة أخرى، وعندما يفعل ذلك يقوم طوق الإرسال بتلقي الإشارات من سماء لوس أنجلوس. سوف تتمكن الأقمار الاصطناعية من تحديد تحركاته عندما يجوب المناطق القريبة. إذا شكل باء واحد تهديدا للناس، تساعد هذه التقنية المتطورة في تقفي الأثر المسؤولين في تحديد مكانه بدقة متناهية. إنما لا يوجد في مومباي رقاقات إلكترونية على رقاب سفاحة العتمة يمكنها التواجد في أي مكان، ويتوجب على الجوال أشوكاتسي أن يعتمد على موهبته الفطرية وخبرته للعثور عليها. وكما يفعل رجل المباحث خلال تعقبه مجرما، يقوم أشوك بتقصي المعلومات. ثمة أنباء رائعة اليوم، يبدو أن النمور تزداد جرأة، حتى أن نميرا دخل أحد المنازل. تم اقتناص ابن رجل من سريره، ويود أشوك الاطلاع على جميع معطيات الحادثة. كما هي الحال دائما، فقد تم الاعتداء الأخير تحت جنح الظلام. عند مغيب الشمس كان بانشالام يضاف يصدي بعض النصائح إلى ولده راجو. كان قد أحضر راجو معه كي يطلعه على معالم المدينة الكبيرة للمرة الأولى في حياته. قام بانشالام بتحذير ولده من أن المدينة قد تكون محفوفة بالمخاطر. أوضحت له المخاطر المحدقة بالمدينة، أين ينبغي الذهاب وأين يتوجب عدم الذهاب، وأن يحترس من الحشود الكبيرة. أما مكمن الخطر الحقيقي فقد كان ينتقل كالخيال في العتمة. نميرهم في مهمة مطاردة استطلاعية ينشد فريسته بصمت. تلمح عيونه الثاقبة رجو من فرجة الباب الأمامي وجبة محتملة. يتقدم النمير خلسة إلى داخل المنزل. تنسحق حنجرة رجو بلمح البصر ويتم جره إلى الخارج. ولما حاول الوالد مطاردة النمر لإنقاذ ولده، كان الأوان قد فات. يقطع أشوك عهدا لبانشالام بأن يأسر سفاح العتمة. يتوجه إلى منطقة جردية قريبة في محاولة لتقفي آثار النمر. ينكشف أمامه نذير شؤم منسوج على الرمال، آثار مخالب جرو نمر. يعلم أشوك أن جرو النمر صياد لا يمكن التنبؤ بتصرفاته. إن كان الشبل بمفرده فقد يشكل تهديدا أكبر. إذا اتجه صوب المدينة وصادف مروره أطفالا وحيدين، يختبر الشبل مهاراته في الصيد، وذلك بمهاجمة الأطفال. ينبه أشوك السكان المحليين إلى توخي أعلى درجات الحذر.
إذن بوجود جراء شاردة ونمر النهم دخل منزلا للصيد، يقتنع أشوك بأن حصول مذابح بالجملة ليلا هو احتمال وارد. في جنوب لوس أنجلوس بالتحديد فات الأوان لمنع اعتداء قطة كبيرة. لقد تم التشنيع بأنيالا من قبل الكوغر، وما زال صاحب الدراجة المهجورة مفقودا حتى الآن. ولكن دراجين آخرين طلبوا النجدة، وقد هرع مسعفو دائرة إطفاء أورنج كاونتي لمعالجتها. مرحبا، ما اسمك؟ آن. أين مكان الألم؟ يعاني وجه آن أضرارا فادحة، وقد يكون أسد الجبل ما يزال في الجوار. سأعطيك جرعة هاي فلور 2، كيف تشعرين؟ بخير. وبوجود فسحة من الوقت للتفكير تتساءل الدبي عن مصير الدراج المفقود. طلبت من أحدهم التحقق من الدراجة المتوقفة عند أعلى الممر، وقالوا إنهم يعملون على الأمر، لكن يبدو أن الأرض ابتلعت الدراج. سوف يتم نقل آن إلى أحد مشافي الإرسالية القريبة، لكن عند الصعود المروحية يلمح الطاقم جسما غريبا في أسفل الوادي، تعود الطوافة أدراجها، وفجأة يدركون ماهية الجسم. ثمة ضحية أخرى، جثة رجل مطروحة على الأرض ومغطاة جزئيا بالأغصان. إنها جثة رجل الدراجة المهجورة على الممر. يتصل القبطان بالمسعفين على الأرض. لقد تذوق الكوغر طعم دم الإنسان وما زال في الأسفل في مكان ما. في بيئة مدنية مثل لوس أنجلوس لا يمكن الوثوق مرة أخرى بحيوان يصطاد البشر. ثمة مجازفة كبيرة قد تؤدي إلى المزيد من الوجبات البشرية. رغم وجود قوانين تحمي حيوان الكوغر في ولاية كاليفورنيا، فالعرف المتبع يقضي بإبادة ذلك الحيوان المفترس. يأمل عالم البيئة من مصلحة شؤون المتنزهة الوطنية أن يتمكن الإنسان والكوغر من العيش بسلام جنبا إلى جنب، وهذا ما دعاه إلى إجراء تحقيق ميداني لمعرفة مدى تأقلم الحيوانات المفترسة مع الحياة المدنية. إن فهم تحركاتها الخفية قد يساعد في تجنب المزيد من الاعتداءات الدموية. يبدو أن الفرصة سانحة هذه الليلة. ثمة لبوة جبل تدعى B4 على وشك القيام بتحرك مشبوه، تتجه مباشرة صوب الأحياء السكنية القريبة من وادي سان فرانسيسكو. يحدد طوق لتقفي الأثر موقعها بدقة بواسطة الأقمار الاصطناعية، بينما تعبر أحد شوارع منطقة سكنية، ومن ثم تتوجه نحو قاع أحد الجداول. ترتفع على جانبيه منشآت مدنية واسعة. قد تكون عاينت تلك المنازل من بعيد قبل الآن، لكنها تستطيع الليلة المعاينة عن كثب. إنها مفترسة نموذجية تستطلع المنطقة وتتعرف إلى مصدر فرائسها. والسؤال، إذا كانت جائعة ماذا ستصطاد الليلة؟ كم هو غريب عدد المواقع خارج المنازل بالتحديد. أعتقد أنها سرحت في الليل، وفي ليلتها الأولى ذهبت مباشرة إلى القاع. لربما تستطلع مختلف جوانب المنطقة، علها تعثر على مكان مناسب هناك. وإذا بالفريق يكتشف أمرا، تظهر أربع نقاط على الخريطة مجتمعة. يبدو أنها عادت إلى الموقع نفسه مرارا وتكرارا. يعتقد ري أنها كانت تقتات على شيء ما. في البرية تمضي أسود الجبل مثل B4 معظم أوقاتها في الاستطلاع بحثا عن فريسة، وعندما تجدها تبقى في المكان نفسه كي تقتات منها أياما عديدة. توجه الفريق إلى المنشأة لمطاردتها والقضاء عليها. يبدو أنها كانت تقفز هنا وهناك. يستخدم قاع الجدول كمجمع ترفيهي للمنطقة، ولكنها أيضا منطقة صيد أسود الجبل.
سيستعينون بنقاط جهاز تحديد الأثر للعثور على بقايا ما كانت تقتات عليه. ثمة حاجة لتحديد تلك النقاط على الخريطة، لكن تحديدها على أرض الواقع مسألة أخرى. عندما تصل إلى الموقع تبدأ عملية البحث. عندما تقوم بالصيد تتحفظ القطط الوحشية على فريستها، فالنمور تنقل فريستها إلى أعلى الشجرة، أما أسود الجبل فتحتفظ بفريستها في أمكنة مموهة. عندما تترك أسود الجبل فريستها فإنها تخبئها حتى لا تنكشف، فتغطيها بالأوراق والأغصان وبعض الأنقاض وغيرها. وفي الغالب تجهز الحيوانات القمامة مثل ذئاب الكيوتي على بقية الفريسة، لكن الحظ حالف الفريق اليوم. يا للروعة! لم تكن مغطاة كفاية، مضى على وجودها 5 أيام. لقد اصطادت غزالا، تركت أنيابها الحادة أثرا ظاهرة على جمجمة الفريسة. يفترض نظريا بالعضة القاتلة أن تتوجه نحو العمود الفقري وتقتل الضحية على هذا النحو. بالنسبة إلى ري، كون الفريسة غزالا يعتبر الاكتشاف عظيما. ممتاز، هذا ما توقعته. كان يجب أن يتم التأكد من الأمر. إذا تطورت شهية B4 يصبح الناس في خطر حقيقي. إنما الفريسة الغزال تظهر ممسكة B4 بشهيتها الفطرية حتى ولو كانت تصطاد في حدائق الناس. بدأت تنكشف أمام مواطني لوس أنجلوس حقيقة ما قد يحدث عندما يبدأ الإنسان منافسة الحيوانات المفترسة على المناطق المدنية نفسها. ولكن في مومباي بدأت المسألة تأخذ بعدا دراماتيكيا. تلقى حارس الغابات أشوك كاتسي الأوامر لوضع حد لهذا الأمر، ولكن مصائده ما زالت خاوية. تقتات نمور المحمية في العادة على الغزلان، ومع وجود هذا الكم من النمور فإن عدد الفرائس لا يكفي لسد احتياجاتها. تعج الكلاب الشاردة بضواحي المحمية، وقد أخذت تجذب النمور إلى المدينة. تكمن المشكلة في أن النمور تلاحق الكلاب، وبعد ذلك تبدأ باصطياد الناس أيضا. استدعى أشوك جميع صيادي الكلاب، لكن الإمساك بتلك الحيوانات القمامة ليس بالأمر السهل. حتى ولو كنت صياد كلاب هنديا ماهرا، قد يساعد تناقص عدد الكلاب، إنما ذلك لن يحل مشكلة أشوك. عليه أن ينتظر وقوع سفاحة العتمة في الأسر، لكنها لم تعلق في أشركه بعد. وعند حلول الظلام يطرأ أمر مريع، تشير الدلائل إلى ظهور جيل جديد من نمور مومباي التي تنشأ لديها غريزة مستحدثة في اصطياد الإنسان. يبدو أن أحد الأشبال تدرب على مهارة صيد الأطفال كما تنبأ أشوك. كان الطفل ساجار بادفي ابن السادسة برفقة والدته عائدين إلى المنزل، فتوقفا لشراء بعض الحاجيات. ليلو وعندما عادا أدرجهما في العتمة، تخلف ساجار عن والدته بضع خطوات. كان هدفا سهل المنال. كان في وسع نمر مكتمل النمو الانقضاض والإجهاز عليه بعضة واحدة، إلا أن مخالب النمر أوقعته مخلفة بعض الندوب على رقبته. تشير نجاة ساجار إلى أنه تعرض لهجوم من قبل شبل مبتدئ يتدرب على الصيد. إذا أخذ الأشبال بصيد البشر، هل من الممكن أن تدرب أشبالها على اصطياد البشر عندما تكبر هي الأخرى؟ وكلما دنت العتمة من سماء لوس أنجلوس وضواحيها، تتلاشى فرص اصطياد أسد الجبل السفاح قبل أن يلوذ بالفرار.
ثم دراجة مصابة بجروح خطيرة ودراج آخر قد فارق الحياة. ولن تجازف دائرة شرطة الشريف أورنج كاونتي بضحية ثالثة. يحاولون مطاردة الكوغر بواسطة كاميرا حرارية مثبتة على الطوافة. مثل عين النمر يستطيع ذلك الجهاز المتطور الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء تحويل عتمة الليل إلى نور. تستخدم تلك الأجهزة في العادة لمطاردة المجرمين، لكن الليلة ثمة مجرم مختلف يملك أنيابا فتاكة وذيلا طويلا. يصل مساعد الشريف جون هاربرت إلى ساحة الجريمة عند ويتينغ رانج. خلال النهار كان مارك رينولدز ابن 35 يقود دراجته على الممر. كدراج متسابق كان مارك يتوجه إلى هنا بمفرده ليقوم بتدريباته. لم يكن ثمة دلائل تشير إلى وقوع نزاع، لربما كان يصلح دراجته عندما هاجمه أسد الجبل وأرداه قتيلا. توجب على جون تأمين سلامة جثة مارك وهو يعلم أن القطط سوف تعود إلى فريستها. ما زال الأسد في الجوار، المسألة خطيرة. رغم أنني أحمل مسدسا قويا فهو ليس سلاحا دفاعيا فعالا لمواجهة أسد الجبل، لذا أحضرت بندقية الخدمة. يبلغ جون مكان جثة مارك. أصبح المكان ساحة جريمة وعليه الاستعداد لمواجهة السفاح. ماذا لدينا؟ سأقول لك. ينضم إليه زميله المساعد ماركوس بيريز. سنصون هذه المنطقة، أنا الوحيد الذي يحق له أن يتجاوز هذه النقطة. ينتظران قدوم المحقق والقطة في الجوار. لديك البندقية، إلزم مكانك. لا بأس، سوف أتعهد الجهة الشرقية وأراقب هذا الاتجاه. نحن في واد عميق والشمس تغيب الآن، إنه متنزه بري، ما زالت الهرة في الأرجاء. لا يجدر بنا المكوث هنا طويلا، لنقم بالمهمة ونذهب. لكن المساعدين لا يسعهما الخروج بعد رغم كل شيء. أسود الجبل هي سيدة العتمة، إن انعكاس الضوء من عيونها يجعلها أكثر بأسا من الرجال في العتمة. ليس في وسع الضحايا التنبؤ بما قد يصيبهم في العتمة، بينما انعكاس الضوء من عيون أسود الجبل يجعلها سفاحة عتمة مفترسة، وهذا ما قد يعرض المساعدين للخطر. انصتوا يا رفاق، ثمة عيون تراقبنا. يلمح ماركوس بريق عيون في الدغل، ثمة أحد في الخارج. ها هو هنا، هنا بالتحديد. يتوجب على الفريق أن يمنع القطط من الذود عن فريستها أو التواري في العتمة، بينما يتركون الآخرين لحماية الجثة يلتفون حول القطة للحؤول دون فرارها. ولما يتوجه ماركوس نحو الممر يلمح العينين ثانية. الآن أخذت القطة تلاحقه. الطوافة من أورنج كاونتي لا تبعد سوى لحظات من المكان. إنها تتجه صوب حدود المدينة، حيث البرية والحضارة المدنية تلتقيان. مارك نورث هارت وكاميرته الليلية هما العينان الثاقبتان اللتان يحتاج إليهما جون وماركوس بشدة على الأرض. تبلغ الطائرة مسرح الأحداث وتبحث الأشعة تحت الحمراء عن المساعدين في الأسفل. تكشف حرارة أجسادهم عن مكانهم إلى جانب الممر. حان الوقت للعثور على أسد الجبل، ولا يستغرق الأمر طويلا. تظهر القطة على شاشة جهاز الأشعة ما تحت الحمراء على شكل نقطة بيضاء. إنه أمامكم مباشرة، يبدو أنه حيوان ضخم، قد يكون هذا أسد الجبل. أين بالتحديد، هل تعلم؟ يربض أسد الجبل أمام جون وماركوس لكنهما لا يستطيعان رؤيته. جون، أمامك مباشرة، سوف أحضر المصباح اليدوي وأوجهه مباشرة على الجسم الذي أنظر إليه. إلى اليمين مباشرة، إلى يمينك،
وأخيرا يحددون مكانه. رأيته، أمهلني لحظة، أنا أراه. سلط الضوء إلى الوادي أمامنا، سننال منه. سأسدد طلقة. يطلق ماركوس الطلقة الأولى، لكن أسد الجبل ما زال يتحرك، لذا يصوب المساعدان ويطلقان النار على القطة. 10:33، أسمعوا الطلقات النارية، طلقات نارية. يتطلب الأمر إطلاق زخات عدة من الرصاص لإصابة الكوجر. عند وصول الطوافة إلى مركز القيادة أخيرا، يكون قد مضت 3 ساعات منذ الهجوم على آن. لن تكون الحياة عند أطراف ضواحي المدينة كما في السابق. فوق تلال شمال لوس أنجلوس، ينصب العالم الرئيس سوفاجوت المزيد من الفخاخ لأسود الجبل بمساعدة خبير المصائد إريك يورك. لقد سمع للتو أن أعضاء الفريق اكتشفوا عرينا لأشبال أسد جبل بالقرب من هنا. هذا يعني أن هناك جيلا جديدا من المفترسة في جبل سانتا مونيكا. إن الأسد B1 الذي اعتقلوه سابقا هو الذكر الوحيد على مسافة أميال، ويعتقدون أنه الوالد. يزرع الفريق المزيد من رقاقات تقفي الأثر تحت جلد الأشبال الأربعة. سوف يكتشف ري الآن كيف ستجوب تلك الأشبال المنطقة المدنية. إنه سعيد لتوالد أسود الجبل هنا، لكنه يعلم بوجود مجال ضيق لتلك الأشبال. ذكور أسود الجبل حيوانات إقليمية، ولن يحتمل وجود ذكور أخرى في نطاق إقليمه. إن إقليم B1 حيث تتوالد الأشبال يغطي معظم جبال سانتا مونيكا. إنما الآن ثم تجروان ذكران في منطقته الإقليمية، من المحتمل أن ينقل B1 جراءه إلى إقليم آخر. لكن إلى أين ستذهب؟ هل ستتحلى بما يكفي من الجرأة لعبور الخط السريع والتوجه إلى موطن جديد في الشمال؟ أم هل ستضطر للعيش والصيد حول حدود المدينة مثل ما يحدث في مومباي حيث يتمدد التطور العمراني؟ من الأهمية بمكان الإجابة عن هذا السؤال المثير للاهتمام. في الهند حيث يوجد كثير من القطط ضمن حدود ضيقة، يكون حدوث الكوارث أمرا واردا. هل هو كذلك في كاليفورنيا؟ بالنسبة إلى ري، إنه خيار صعب يتوجب على الناس أن يتقبلوه. هذه هي طبيعة الحياة البرية. إذا رغبت في أن تتنعم بالمناظر الطبيعية، عليك الإقرار بأنك ستواجه بعض المخاطر المرتبطة بذلك. أما في مومباي فإن ملحمة سفاحة العتمة تستمر. لقي 12 شخصا مصرعهم في أقل من شهر حتى الآن، معظمهم من الأطفال. عند حلول الظلام يصبح الكلب المحتجز في قفص فريسة مغرية لسفاحة العتمة. تلاحق كاميرا بالأشعة تحت الحمراء نمرا جائعا وهو يقترب من المصيدة ويقع في الشرك. لقد تم أسره أخيرا وهو حي. في الصباح يتجمهر الأهالي حول القفص. لا يجزم أشك أن هذا الأسير هو أحد سفاحة العتمة، لكن آلية الصيد بدأت تعطي ثمارها. في غضون 11 يوما يتمكن أشك من أسر 13 نميرا داخل وحول المحمية، وقد حان الآن موعد إطلاقهم خارج مدينة مومباي. خلال عملية الأسر تؤذي النمور نفسها بشدة، مما يصعب عملية إطلاقها إلى البرية بسرعة، وما زال يتم معالجة جراحها. وقد أصبح أحدها جاهزا للحرية، ذكر يبلغ من العمر 2 سنين. بما أن صحته سليمة ولا يبدو عليه المرض، يمكنه الصيد بمفرده في البرية. Come on, let's go.
وبالعودة إلى المدينة فقد أفلحت آلة أشوك للصيد في وضع حد لسفاحات العتمة الآن على الأقل. وبعد رحلة ليلية طويلة يتم أخيرا إطلاق أحد نمور مومباي. خارج لوس أنجلوس تم القضاء على أسد الجبل الذي هاجم إنيلا، لكن إن نجت. مزقت أنياب الأسد رقبتها وثقبت حنجرتها. قد يتطلب الأمر 4 عمليات جراحية على الأقل لترميم الأضرار التي حلت بها. وقد كشف المسؤولون أسباب هجوم أسد الجبل على مارك رينولدز أولا وانتقاله إلى إن لاحقا، لكن لم يصدر الحكم بعد. ثم احتمال بأن تكون القطط الانتهازية تصرفت بحسب غريزتها بالنسبة إلى فريسة مسرعة. حجم آن وسرعتها على دراجتها بدت فرصة سانحة بالنسبة إلى القطة. ما أذكره هو أن قوته لم تكن حقيقية، أعني أنها كذلك. لقد تمكن مني. وعندما أمسكها بفكيه كان الأوان قد فات. عندما أمسك بمقدمة حنجرتي وضغط عليها بإحكام اقفهرت الدنيا في وجهي. علمت على الفور أن مجرى الهواء قد انقطع. بدأ يتلاشى الضوء من عيني. بالنسبة إلى ما حدث أنا أعتبر نفسي محظوظة لتمكني من النجاة. تعشق إن الحيوانات والحياة البرية، ولكنها تدرك أن ثمة احتمالا لاعتداء آخر على حدود المدينة. أجل، أشعر بأن الأحداث ستتوالى، لأن قرب المنازل من البرية واختلاطهما ببعض يجعلان جميع الاحتمالات واردة. بالنسبة إلى البعض في لوس أنجلوس ومومباي، فإن مخاطر العيش مع القطط الوحشية لم تنتهي بعد. فالنمور وأسود الجبل تتوالد عند أطراف المدن، وتمدد التطور العمراني يقلص مساحة نطاق الصيد. ستضطر الأشبال للانتقال إلى مناطق جديدة، وعلى الناس اتخاذ القرار المناسب لدرء المخاطر لتقاسمهم المجال نفسه مع مفترسة غامضة. ليست سوى مسألة وقت قبل أن تجوب قطة جائعة أطراف إحدى المدن للصيد واختيار الفريسة الممكنة.